الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق والكباري بالقاهرة الكبرى بمنطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتنجح في إعادة تدفق شاحنات الوقود عبر معبر رفح. بوريل يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني ويؤكد رفض الاتحاد الأوروبي للهجمات الإسرائيلية ويستنكر التهجير القسري للفلسطينيين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى بمنطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. كما استمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات بكورنيش النيل. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. وقد استمع السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحور الشهيد جميعهم بمحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولا إلى كورنيش النيل. منطقة كورنيش الحضارات ساعتها مشرفنا هنا يا فندم، المنطقة يا فندم من ساعتها أمرت بربط منطقة كورنيش النيل يا فندم ومتحف الحضارات بكوبري يا فندم، بيربط عشان يربط معانا القادم من القاهرة الجديدة يا فندم بمحور عمر سليمان أو محور سمير موسى فندم، مرورا بمنطقة المقطم، مرورا بمحور رئاسة الرزق، مرورا بكوبري طه حسين وكوبري الدكتور صلاح الشاذلي على الاتصالات، ثم شارع الفسطاطي فندم، مرورا بكوبري العميد إبراهيم رفاعي اللي سيادتك مشرفنا عليه، وصولا لكورنيش النيل فندم ومصر القديمة. هنكمل بعد كده. تمام يا فندم، تمام يا فندم، محور 3 يوليو فندم المنطقة اللي بعد كده هتكون نيشان. تمام سيادتك. كويس. تم يا فندم نهو أعمال تطوير كوبري قصر النبي يا فندم اللي كان بيحل معانا المشكلة الاختناق المروري اللي كان تحت الإشارة هنا يا فندم، وتم نهو الطبقة السطحية وتخطيطه يا فندم وعمل اللوحات الإرشادية. تم يا فندم تطوير منطقة كورنيش وعليها 5 حارة مرورية كل اتجاه بدلا من 2 حارة في المنطقة من اسم مصر القديمة حتى تقطع مع الطريق الدائري، وتم إنشاء كوبري يا فندم توسيع نهر النيل بطول 300 متر. وتم نهوه يا فندم وجاري عمل التواصل الحافي في برضه فندم. كل ده اخر الشهر ان شاء الله يا فندم. هنا فندم جاري تطوير يا فندم منطقه قصر النبي المتجه لزقه مصر القديمه دي اللي احنا لسه شغالين فيها بس فندم تبقى الازالات اللي شغاله فيها. طب احنا قدامنا قد ايه؟ فندم المنطقه دي بالكامل خلصت عادة بس في حي مصر، حي مصر القديمه موجود هو جاري نقله حاليا يا فندم. يعني خلال اسبوعين او ثلاثه هيكون اتنقل بالكامل وهنكمله بعدها على طول. وبرضه الموضوع سوق البطيخ والكلام ده. هو حي مصر القديمه وسوق البطيخ والبنزينه وبنزينه التعود هم ابتدوا مع بعض يعني خلال اسبوعين ان شاء الله يكون السيد المحافظ وعدنا بان هو خلاص يعني هم دخلوا فيها وخلاص. وانتوا شغالين؟ احنا شغالين. شغالين احنا هو كيلو 400 يا فندم احنا خلصنا لهم 900 متر خلاص فعلا خلصوا خالص والجزء اللي قدامهم في اتجاه بالكامل خلصان متحرر اللي هو ده وهم هيبقوا الاتجاه الكامل بالتالي. سيادتك يا فندم في الكوبري اللي هو توسيعه الكوبري بتاع نهر النيل القديم. سيادتك احنا كنا مصممين التوسيعه بتاعتنا على 120 طن. ده طبقا للكود الجديد، الكود القديم يا فندم كان 90 طن، فاحنا حاليا سيادتك بندعم الكوبري القديم عشان يبقى الاثنين نفس العمر الافتراضي ونفس المستوى، واللي ماشي على الكوبري لو مثلا لو ماشي بعجل هنا وعجل هنا ما يبقاش في فرق. كما استمع السيد الرئيس لاعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلي والحرف اليدويه المتميزه بالفسطاط. سيادتك المنطقه هنا يا فندم اللي هي قريه الفخارين، القريه دي بالكامل يا فندم سيادتك كنت وجهت ان احنا ضمن التطوير بتاعنا ان احنا نعظم المنطقه ديت بتاعت قريه الفخارين ديت. سيادتك احنا فعلا عملنا الكلام ده وحققنا الكلام ده مع وزاره الاسكان ومع مجلس الوزراء بحيث التطوير شامل بالكامل. هو كان في تعارض معاهم في مبنيين بس من ضمن 30 و40 مبنى، سيادتك محافظ القاهره نقلهم جوه، نقل مبنيين منهم جوه في منطقه افضل ما هي كانت موجوده بحيث الناس ديت يعتبروا شيوخ الصنعه ديت.
فاحنا عايزين بنعظمهم اكتر يا فندم. هم موجودين. شكرين. اوامر يا فندم. نجحت الجهود المصرية في إعادة تدفق شاحنات الوقود عبر معبر رفح إلى قطاع غزة. هذا ويدخل ما يقترب من 150 ألف لتر سولار من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة. تواصل مصر من جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبلغ حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش نحو 8658 طنا. وقدم الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني وحياة كريمة معظم تلك المساعدات، كما قدمت عدد من الدول العربية العديد من المساعدات إضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية. مشاهدينا الكرام، نشاهد الآن تواصل قوات الاحتلال للغارات المستمرة على قطاع غزة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج للاطمئنان عن حالة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل. كما اجتمع وزير الصحة مع الفريق الطبي المعالج للطفل واستمع إلى شرح مفصل عن حالته، موجها بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للطفل ومواافاته بخطة العلاج اليومية. كان الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل قد نقل من غزة إلى معبر رفح لاستكمال العلاج في مصر، لينقل إلى مستشفى معهد ناصر تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. رحت أولي على النار، عملنا أكل، كل الشهداء تصابوا ماتوا استشهدوا اللي أنا ضليتني. هلقد أنا بتمنى تزرع لعدم أمشي. أنا والله بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحكي له أنت يعني أب للمصريين وللفلسطينيين، وانت غمرتنا بلطفك وشكرا لك انك انت لبيت النداء. Thank you.
على الشاشة الآن شاهدنا القصف المستمر والغارات المستمرة العنيفة على قطاع غزة. دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء كل صور القتال بقطاع غزة بما يسمح بحل الأزمة الإنسانية هناك. وأكد مدبولي في كلمته نيابة عن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة صوت الجنوب العالمية المنعقدة بالهند افتراضيا، أكد على ضرورة توافر إرادة سياسية جادة من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الراهنة استنادا إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول على أراضيها. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق النار ودخول القدر الكافي من المساعدات إلى غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية من نظيرته الفرنسية كاترين كولونا لبحث الأوضاع في غزة. وخلال الاتصال الهاتفي تبادل الوزيران التقييمات حول مختلف جوانب الأزمة. طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في رام الله، أكد أشتية أن قطع المياه والكهرباء وقصف المستشفيات جرائم حرب. من جهته شدد بوريل على رفض الاتحاد للهجمات الإسرائيلية على المدنيين في المستشفيات في قطاع غزة. كما استنكر المسؤول الأوروبي التهجير القسري للفلسطينيين في غزة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن أن ما لا يقل عن 12,000 فلسطيني بينهم 5,000 طفل قد استشهدوا في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. وأفادت مصادر طبية بالقطاع استشهاد 4 أشخاص في غارة على منزل وسط المدينة خان يونس، واستشهاد وإصابة عدد آخر لم يتسنى حصره في قصف منزل شرق المدينة. كما استشهد 18 آخرين في غارة استهدفت منزلا في مخيم النصيرات بينهم أطفال ونساء. انطلاقا من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وتواصلها مع فئات المجتمع، نظمت الوزارة زيارة لعدد من شباب المدارس والجامعات لمديريات أمن القاهرة والإدارة العامة للحماية المدنية. كما قام ضباط من الإدارة العامة للمرور بزيارة مستشفى الناس، وتهدف الزيارات إلى تعميق روح الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب والنشء. استمرارا للدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التواصل مع كافة فئات المجتمع بخاصة الشباب، فقد استقبلت مديرية أمن القاهرة وفدا من أعضاء اتحاد طلاب مدارس القاهرة لمشاهدة المقر الجديد للمديرية بتجهيزاته المختلفة، وفي المقدمة منها غرفة عمليات النجدة ذات التجهيزات المتطورة لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة. شفنا حاجات كتير وشفنا اجهزه وتقنيه حديثه جدا، وشفنا ازاي دلوقتي بقى في سرعه اجراءات لاي يعني اي حاجه بتحصل، ففي سرعه في ان احنا مثلا لو في سرقه او في اي حاجه فشايفين ان هم بصراحه بسرعه ممكن يوصلوا للجاني او اي حد ارتكب اي حاجه. في طفره جدا من التحديث من اول مديريه لغايه الاسام، جميع الاسام الموجوده في القاهره
أول مرة نشوف الشكل الحديث الجميل المنشرف لمصر الجمهورية مصر العربية. دخلنا غرفة عمليات النجدة، شفنا كل قسم في الغرفة ليه دور معين، كلهم شغالين على مدار 24 ساعة. فعلا تقنيات حديثة جدا، تحسسنا ان احنا بقينا في الجمهورية الجديدة. شفنا حاجات كتير اتطورت وحاجات كتير جديدة احنا مكناش نعرف عنها حاجة تماما، يعني ازاي ان البلاغات بتيجي وازاي بيتم الرد عليها باقصى سرعة. مستنية ان انا ارجع للمدرسة عشان احكي لصحابي او لزمايلي عن التجربة اللي عشناها النهاردة والحاجات اللي شفناها النهاردة. واستكمالا لدور الوزارة الاجتماعي وتواصلها مع كافة الفئات، نظمت الوزارة زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية إلى الإدارة العامة للحماية المدنية للاطلاع على عمل الإدارة وجهودها في الإنقاذ البري والنهري والتعامل مع الحرائق والمتفجرات. بنشوف تدريب ميداني لكيفية مثلا التعامل مع الحرائق، و مثلا قدر الله حصل اي حريق في اي موقع بترولي، ايه مثلا اول اجراءات اللي احنا بنعملها، خطه الاخلاء. الحقيقه انا استفدت جدا النهارده من الزياره، لان قدرت افهم ازاي اقدر اتعامل مع الحرائق وايه الخطه اللي انا ممكن اتبعها لو حصل حريق، او ازاي اقدر اساعد اللي حواليا لو حصل حريق وازاي اقدر اتصرف. احب اشكر وزاره الداخليه واداره الحمايه المدنيه انهم وفروا لنا هذه الفرصه ان احنا نتعلم او نشوف ازاي هم بيستعملوا الادوات في عملية الإنقاذ وإطفاء الحرائق. الحاجات ديت يعني هتفيد الواحد في حياته الشخصية، ثانياً هتفيده في حياته العملية أكتر، بحيث إن هو إن ابتدى يشتغل في مصنع لو حصل أي مشكلة من المشاكل ديت يقدر يتصرف معها بتصرف صحيح ومظبوط. ومع تواصل دور الوزارة الإنسانية، نظمت الإدارة العامة للمرور زيارة لمستشفى الناس الخيري، حيث تم اصطحاب المدينة المرورية للأطفال لتعليمهم قواعد وإرشادات المرور، وهو ما يسهم في رفع روحهم المعنوية. يوم جميل احنا قضيناه، والولاد فرق معهم جدا ومبسوطين جدا، واحنا متشكرين قوي لوزارة الداخلية ان هم عملوا لنا اليوم دوت. النهارده الضباط جم لعبوا معانا وشفنا حاجات جديدة وتعلمنا حاجات جديدة. تعلمنا عصارة الملون وازاي نخلط العربية، واحنا كنا مبسوطين جدا، وكان يوم النهارده رائع. يعني يوم جميل جدا الصراحه، ووزاره الداخليه عملت مجهود رائع مع الاولاد. تنظيم رائع جدا جدا جدا، العربيات والاشارات والمدينه المروريه بتاعتهم رائعه. تاتي هذه الزيارات المتنوعه في اطار حرص وزاره الداخليه على تحقيق التواصل مع كافه فئات المجتمع والتعريف بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الشرطه في مختلف مجالات العمل الأمني لتحقيق الأمن والاستقرار. فتح باب الزيارات لطلبة الجامعات والمدارس للمواقع الشرطية المختلفة يعمق روح الولاء والانتماء لديهم، ويعرفهم بالتطوير الحاصل في المواقع الشرطية من أجل مواكبة مستجدات العمل الأمني والتطوير في الجمهورية الجديدة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في مؤسسة الجرح للتنمية بمحافظة الفيوم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأعلن الحضور عن دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي. وتم خلال المؤتمر استعراض جميع الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية، خاصة محافظة الفيوم. وشهد المؤتمر حضور نحو 5000 مواطن وعدد من قادة الرأي بالمحافظة.
نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالأسكندرية مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بمكتبة الإسكندرية. وشهد المؤتمر إقبالا جماهيريا كبيرا من أبناء المحافظة والقوى السياسية والدينية وأيضا طلاب الجامعات، حيث تم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن أهم المشروعات التنموية التي شهدتها الأسكندرية خلال العشر سنوات الأخيرة، والتي أدت إلى نقل الأسكندرية لنقلة نوعية. كما نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في مؤسسة الجرح للتنمية بمحافظة الفيوم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وأعلن الحضور دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي، وتم خلال المؤتمر استعراض جميع الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية خاصة محافظة الفيوم. وشهد المؤتمر حضور نحو 5000 مواطن وعدد من قادة الرأي بالمحافظة. نظم طيار الإصلاح الحر بمحافظة الدقهلية مؤتمرا حاشدا بمدينة طلخة لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال المشوار الذي بدأ منذ سنوات. هذا وقد أعلن الطيار باشتراك كل من حزب مصر القومي وحزب الاتحاد وحزب الإصلاح والنهضة في المؤتمر حاشد عن رغبة أعضاء وجماهير الحزب في تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الدعوة للجميع بالنزول والمشاركة في الانتخابات لتكون رسالة إلى العالم للتأكيد الشعبي الجارف للمرشح الرئاسي. احنا في مشهد سياسي في مصر غير مسبوق وفقا للاستحقاقات الدستورية. انت عندك انتخابات رئاسية فيها أربع مرشحين بيمثلوا أربع اتجاهات ايديولوجية في مصر، وده بيدي فرصة وأتاحة للمواطن المصري أنه يقدر يشارك ويختار ما بين تعددية، والتعددية دي بتعني أن مصر دولة ديمقراطية حديثة. كطيار إصلاحي حر بنبدأ النهاردة مؤتمراتنا لدعم ترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة الدقهلية، ودي بداية إن شاء الله لسلسلة كبيرة جدا من المؤتمرات. وفي مؤتمر يوم الجمعة القادم إن شاء الله لدعم وتأييد الرئيس في محافظة المنوفية ثم محافظة الإسكندرية. إحنا النهاردة جايين كلنا بندعم السيد الرئيس لاستكمال الحلم اللي كلنا بنحلم بيه، وزي ما قال سيادة الرئيس اللي حكاية وطن اللي كان فيها الرئيس عرض كل المشاريع الانمائية خلال العشر سنوات الماضية اللي الدولة المصرية عملت فيها. دور التيار الإصلاح الحر وحزب الاتحاد على وجه الخصوص والأحزاب المشاركة كلها بتدعم الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة بكل قوة، إنها بتحشد الشباب والنساء والرجال والشيوخ وكل فئات المجتمع لنصر الرئيس السيسي، لأن احنا شايفين أنه أفضل مرشح من وسط الأربع مرشحين لما لمسناه ككل من إنجازات، ولما ما لمسناه من زعامة عربية
قضيه بتواجه النهارده القضيه الفلسطينيه. فالنهارده احنا ما بنقفش ولا رئيس ولا بنختار رئيس، احنا بنختار زعيم امه عربيه. عايز اوصل رساله لكل العالم ان الصعيد ده قضى المسافات دي كلها وجاي هنا لحد المنصوره علشان يوصل رساله الصعيد، ان الصعيد كمان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل الاستقرار، من اجل استكمال مسيره الانجازات الكبيره اللي حصلت. الصعيد حصل فيه انجازات كبيره جدا، احنا جايين نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في المنصوره. تشجيع المواطنين المصريين والجماهير المصريه وجماهير حزب الاتحاد في كل محافظات مصر على المشاركه في الحدث الكبير، حدث الانتخابات المصريه، انتخابات في مصر لو انتخابات 24، الحدث اللي كل مصر منتظراه ومتعقباه لرسالة رسائل للداخل وللخارج، رسائل للداخل، رسائل شكر وعرفان لرئيس عبد الفتاح السيسي على مسيره طويله من الانجازات، يعني لخصتها او يلخصها دايما ما حكايه وطن وما تم انجازه في مصر خلال العشر سنوات الماضيه، ورغبه ويعني شغف كل الجماهير المصريه وكل الشعب المصري في استكمال هذه المسيره العظيمه. كمان رسائل للخارج بتؤكد مدى تأييد ودعم الجماهير المصرية للمسار الإصلاح السياسي اللي تم خلال السنوات الأخيرة، والانتخابات اللي أول مرة بتجرى ما بين مرشحين متنوعين مختلفين، قيادات حزبية مهمة. نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة شبين الكوم، ذلك لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. حضر المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية وهيئة مكتب الحزب بمحافظة المنوفية والمراكز، بالإضافة لمشاركة عدد كبير من الأهالي الذين جاءوا رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. انطلق المؤتمر الانتخابي الذي عقده المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة وسط حضور جماهيري. وخلال المؤتمر عرض المرشح الرئاسي فريد زهران أبرز ملامح برنامجه الانتخابي والذي يركز على عدة محاور منها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وكان المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقد أول مؤتمر جماهيري بعد ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بمسقط رأسه بمدينة سرسليان بمحافظة المنوفية. ومن المقرر أن يستكمل جولات الانتخابية في محافظات الصعيد مختتما الجولات في القاهرة الكبرى. انطلقت فعاليات المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في بورسعيد. وقد توفد العديد من قيادات وأعضاء حزب الوفد ببورسعيد وعدد من المحافظات وحضور أعضاء الهيئة العليا ونواب حزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ وسط احتفالية كبيرة ومشاركة المرشح الرئاسي. وأوضح المشاركون أن برنامج عبد السند يمامة يشمل على عدد من الإصلاحات الاقتصادية ومشروع مهم في التعليم. نظمت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر المؤتمر الانتخابي الأول لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا. وجاء المؤتمر لمناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر والتي ركزت على المحور الاقتصادي. تتواصل الاستعدادات لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ومعها تتزايد الحملات لتعريف المواطنين بالبرامج الانتخابية للمرشحين. حملة المرشح الرئاسي حازم عمر قامت بتنظيم المؤتمر الانتخابي الأول لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وذلك بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري وبعض القيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا. 80% من كل المشاكل واللي أنا ما ورد إلي في السبعة محافظات كلها تصب في الإدارة المحلية والخدمات والتنمية. الهدف من هذا المؤتمر إن طبعاً الناس أعضاء الحزب تعرف تتعرف على مرشحنا عن قرب،
وهيعرض البرنامج بتاعه إن شاء الله بإذن الله. المؤتمر جاء لطرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح، والتي ركزت على المحور الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية ورفع الكفاءة الاقتصادية والمالية، وذلك من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب العمل على رفع كفاءة استخدام الموارد التي تمتلكها الدولة. البرنامج في عمومه مكتوب بشكل رؤية وبشكل استراتيجي بصفة عامة، فالنهاردة لكل النهاردة وفي المؤتمرات الأخرى هيبقى في كل نطاق جغرافي هنجاوب من خلال البرنامج على الشواغل والمشاكل اللي تهم المواطنين في هذا النطاق الجغرافي. بنشتغل وفق خطة وعندنا مجموعة من الأهداف بنسعى لتحقيقها، ده أول حاجة. يعني احنا حزب راسخ بقاله فترة متشكل من خلال الهيئة البرلمانية بتاعته والقواعد الحزبية بتاعته. هذا وتستمر مؤتمرات الداعية الانتخابية لمدة شهر حتى موعد الصمت الانتخابي في 29 نوفمبر الجاري، وذلك حتى انطلاق انتخابات المصريين في الخارج والمقرر إجراؤها في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بينما يبدأ الصمت الانتخابي في الداخل في 8 ديسمبر، حيث تجرى الانتخابات في الداخل أيام 10، 11، و12 من نفس الشهر. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. أكدت وزيرة الدولة للهجرة سهى جندي ضرورة مشاركة المصريين بالخارج بإيجابية في الانتخابات الرئاسية لرسم مستقبل الوطن. جاء ذلك في لقاء وزيرة الهجرة بعدد كبير من رموز الجالية المصرية بالسعودية بمناسبة زيارتها للمملكة، محطتها الأولى في جولتها الخارجية التي تجريها حاليا لحث الجاليات المصرية بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد، ذلك أيضا على شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المحافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
نهاية نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق وكباري بالقاهرة الكبرى وبمنطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتنجح في إعادة تدفق شاحنات الوقود عبر معبر رفح. بوريل يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني ويؤكد رفض الاتحاد الأوروبي للهجمات الإسرائيلية ويستنكر التهجير القسري للفلسطينيين. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمر. وهدير أبو زيد، مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا صبري. عاملة إيه؟ الحمد لله. أكيد حلقة مختلفة النهاردة، حلقة يوم الجمعة. يعني أخبار كتير، ونتابع طبعا كل ما يحدث في قطاع غزة أول بأول. ويعني بشكركم وبشكر كل صناع نشرة التاسعة. استأذنكم نبدأ حلقة. تفضلي وبالتوفيق.